صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعادة وصباح السنة الجديدة وصباح نهاية سنة راحت وبداية سنة جاية. صباح كل حاجة حلوة في الدنيا، وأحلى ما فيها أحلى متابعين في الدنيا وهم متابعين البلد يوكن من كل مكان. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بصحة، كل سنة وانتم الرضا مالي قلوبكم، كل سنة وانتم الرضا وراحة البال مالية حياتكم يا رب. سنة راحت بحلوها ووحشها، بحلوها ومرها، بحلوها وبمشاكلها، بحلوها وبستر ربنا. سنة راحت بسند ربنا، سنة راحت بكل الناس اللي خرجت من حياتنا، ونتمنى من ربنا أدام خرجهم إن هم ما يرجعوش تاني، على رأي المثل البلد اللي بيقول لو كان في الخير ما كان رمى الطير. يعني هم لو كان فيهم خير، أو لو كان فيه خير لبقى، صح كده؟ يعني لو كان فيهم خير كانوا ربنا قعدهم لكم. دعوة بتتقالي على طول، ربنا يكفيكي شر النفوس، ربنا يكفيكي شر ولاد الحرام. فلما تلاقوا حد كان في بينكم وبينه علاقة، أو بينه وبينكم معرفة، أو الكلام ده كله، مرة واحدة حصل دروب، مرة واحدة طلع من حياتكم، أول حاجة تقولوها اللهم لك الحمد والشكر يا رب. تزعلوش، لو كان في خير كان ربنا سابه. ممكن تبقوا شايفين إن هو أنتم متضايقين والكلام ده كله، لكن لا، ربنا بيبقى ليه حاجات تانية. السنة اللي فاتت حصل لي حاجات كتير قوي حلوة، قوي 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 قوي، وبرضه حصل لي حاجات وحشة. بس الأهم من ده ومن ده إن كان في ربنا ساندني في كل حاجة. ستر ربنا مساندني في كل موقف، ستر ربنا مساندني في كل شغل بعمله، ستر ربنا كان مساندني في كل خطوة بخطيها، ستر ربنا كان مشاركني وموجود في وجود الناس اللي معايا. ستر ربنا كان موجود في بيتي مع أولادي مع أهلي مع جوزي مع أمي. ستر ربنا موجود، فدايما نقول الحمد لله. في حاجات ممكن كتير نكون حسينا ان هي بقت وحشه، او حسينا ان هي حصلت لنا ومضايقانا، بس بنلاقي حاجات احلى. ان انت تقوم الصبح تقف على رجلك دي حاجه كويسه نحمد عليها ربنا. ان انت محدش من اهلك ومن اخواتك راقد في مستشفى يبقى دي حاجه كويسه نحمد عليها ربنا. ان اليوم عدى من غير ما اي حاجه تحصل فيه دي حاجه كويسه ونحمد عليها ربنا. فاحنا لو قعدنا نعد النعم اللي ربنا حاططها معانا واللي ربنا كرمنا بيها لا تعد ولا تحصى، بالرغم من ان ممكن يطلع حاجه كده من النص تحسسك ان ايه الدنيا مضيقه عليك. لا، ادام في ضيق لازم يجي بعد الضيق فرج، ادام في زعل لازم بيجي بعد الزعل سعاده، ادام في حزن لازم بيجي بعد الحزن فرح. كل مر سيمر، خلوا بالكم الكلمه دي كويس قوي، دي انا اللي ماشيه بيها. ما تقفوش عند موقف معين وتوقفوا عنده حياتكم، اوعوا. كل مر سيمر، يعني كل حاجه مش كويسه اكيد هتعدي، هيجي بعدها حاجه حلوه تفرحكم. فما تقولوش سنة زي ما قلت برضه قبل كده، كانت ناس كتير تقول لك ايه سنة 20 ما فيش حاجة فيها حصلت حلوة، كانت كورونا والكلام ده كله، بس في حاجة كويسة إن أنت طالع منها كويس، إن أنت طالع منها بصحتك، إن أنت طالع منها ربنا ساترك وساتر كل اللي حواليك. إحنا لو نشوف ربنا بيسترها معانا كام مرة في اليوم وبيشيل حاجات من قدامنا كام مرة في اليوم مش هنعرف نعدهم. في كل دقيقة وفي كل ثانية هتلاقي نفسك بتحمد ربنا. فنحمد ربنا على اللي راح ونحمد ربنا على اللي هيجي، عشان ما فيش احسن منه. رب الخير ما بيجيش غير بالخير. ابداوا سنه جديده بتفاؤل. ناس ممكن تكون لسه متخرجه تقول لك ايه احنا مش هنلاقي شغل، ناس جديده تقول لك ايه يا يعني هو حال البلد هيتغير. طب ليه نحط تشاؤم في قدامنا؟ ليه نحط دايما ان الوحش اللي هيحصل؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. تفائلوا بالخير تجدوا ان شاء الله. باذن الله السنه الجايه هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا بامر ربنا. هتلاقي ان الطرق قدامك بتتفتح والابواب بتتفتح والطرق بتسلك علشان تعمل اللي انت حطيته في دماغك. حته ان انت تبقى مقتنع مليون المية ان ربنا موجود في حياتك وان هو اللي بيتصرف في كل خطوه انت بتخطوها ومفيش اكرم منه، والعشم في ربنا بيجبر الخاطر، هتلاقي الدنيا كلها بتسلك قدامك. ناس كتير كانت موجوده في حياتي السنه الجايه السنه اللي فاتت، وبتمنى ان هم يبقوا موجودين السنه دي. من الناس دي الناس الحلوه، الناس اللي دايما سند، الناس اللي ترد الغيبه. لكن اي حد غير كده وطلع من حياتك ما تزعلش عليه، خد الشر وروح، اعتبرها كده، خد الشر وروح، عشان وجوده في حياتكم ممكن يبقى لسه بيجيب شر. فلما حد يخرج من حياتكم وانتم شايفين ان هو بيأذيكم يبقى خد الشر وروح، زي ما بيقولوا كده ارمي وراه قله. لكن الناس الحلوه، الناس دي محمود، محمد ابراهيم، محمود فتحي، وسوسن، واحمد، عمرو عبد القادر، وشادي، وحمدي، وجمل، ورغده،
ومونجي وبيسو وبحر وشيف محمود وشيف محمد، عم خالد الامن وعم عابد الكنترول باكمله، عم احمد شحاته وياسمين و... ومساعدين الاخراج ياسمين وسلطان و... وماهي، يعني هي غايبه دلوقتي بس حاضره معايا، و... وعمر وعبد الله صوت، واحمد جمال وخوخه اللي هي على طول اقول لها السماعه بتوجعني في وداني، وفوكس و... وقلت سلطان وبلاي اوت مصطفى واحمد وحماده ورامي، مين تاني؟ وبندق، مين تاني؟ عرفوا، سمعيني سمعيني وفكريني، ونادين وفوكس، مين تاني؟ لازم الناس دي يبقى الناس اللي بتتفرج علينا تعرف ان في ناس كتير. ناس كتير ايه؟ احنا في جيش ورانا عشان احنا نطلع بالشكل ده. واحمد علام وحامد واحمد حامد وعبد الله، ناس كتير قوي. ومين؟ لا لا وده معانا برجانا ونادين ومونتي، ده مونتي دوت يعني ما كانتش هو يعني ينكشني كده حاجة تانية. الإنتاج ده بقى حد تاني خالص، الإنتاج ده عايز يضرب النار بس بجد جدعين، بجد جدعين، بجد جدعين. لا بجد ناس جدعة. الإضاءة كلهم محمد عبد الفتاح وأوسة وأمير، وطبعا مدير اللي بينورنا مدير التصوير محمود السيد، اللي ما تلبسيش معرفش ايه عشان معرفش ايه ما يطلعش معرفش ايه فتحس ان هو، ومحمد سعيد طبعا. ناس كتير قوي، انا مش عايزه انسى حد، فكريني يا رغده. والناس اللي بره يعني اللي في القناه يا جماعه، عايزه اقول لكم والله العظيم احنا هنا جيش، غير بقى الاداره، غير الاداره محمود الشريف طبعا ومستر حاتم ومستر حسام وعيله ال المهدي كلهم، يعني احنا ورانا جيش، والجيش اللي ورانا جيش يعتمد عليه. الانتاج اللي انا قلت عايز يتضرب بالنار ده، لا ده هم حبايبي والله العظيم، فعلا بيتعبوا جامد قوي علشان يوفروا لنا اللي احنا بنعمله. كريم ناجي، محمد اسماعيل، ابراهيم، محمد مصطفى، واحمد هرم، ده تحيه ليه يعني يضرب لها نار. ناس كتير، انا مش عايزه انسى حد. انا نسيت حد؟ انا نسيت حد. واسلام سيف، نسيت حد؟ والاكسسوار بحر وام كريم ومياده، نسيت مين؟ مين موجود تاني معانا؟ جمل مش معانا، همشيناه من القناه خلاص. قلت خلاص. والله عيب عليك، انا مش لا الاعداد بقى ده. بص انا السبب في ان انا بقول اسامي ان انا عايزه اعرف الناس كميه الناس اللي معانا البرامج عشان تطلع لكم بالشكل ده. احنا في ناس كتير قوي شغاله ورانا، انتوا بتشوفونا احنا بس كده في الشاشه بس، لا في جيش ورانا والله العظيم. ده لو قعدنا من السنه للسنه نتكلم فيهم ونقول اشعار، بعيدا عن اي برنامج بيبقى متعرض له ان هو مشاكل، حاجه باظت، حاجه ما جاتش مظبوطه، كل ده بيبقى موجود، بس برضو عشان احنا كده فبتلاقوا الدنيا بتعدي عشان نوصل للبرنامج ده، عشان توصلوا للشاشه والصوره دي. نسيت حد يا رغده؟ الاعداد رغده اللي مطلع عينيا. لا بس بحبك، دي حاجه معروفه. نور اعداد ساره، هاله اعداد محمد حامد، ريهام اعداد شيف فاطمه، مين مع دعاء؟ هاله برضو مع دعاء، ورغده مع محمد ابراهيم، وروان طبعا رئيسه الاعداد او مديره الاعداد، هي مش مديره، هي زيها زيهم بس ده بصوا يعني بتتعامل معاهم، مفيش حاجه اسمها هنا عندنا مدير وموظف، مفيش الكلام ده. اسلام الكير، وعندنا عبد النبي، وعندنا مين تاني؟ وتامر، مين تاني؟ كده قلت عم عابد وعم خالد. انا مش عايزه انسى حد عشان يبقى الناس دي كان وجودها اصلا مهم في حياتنا، ربنا يديمهم في حياتنا، وربنا يا رب ما يغير علينا. يعني ايه ربنا ما يغير علينا؟ يعني ما حدش يمشي ويسيبنا ويجي حد جديد. طبعا لو العيله كبرت ازيد وازيد على راسنا من فوق، بس ان حد يسيبنا دي اللي بتبقى صعبه علينا. محمود توبه، ازاي تنسوه؟ قلت أوسة طبعا. والبوفيه حسن وحسين، هو بصوا الاسم عامل ازاي، حسن وحسين على راسي بجد، ربنا يديمكم في حياتنا. ممكن اكون خدت وقت من الحلقه ان انا اقول للناس دي، بس الناس دي ليها فعلا حق. ومونجي يا جدعان، ينفع الناس دي لسه هنقابل ايام كتير. انا قلت سوسن طبعا، لسه هنقابل ايام كتير، ولسه هنشوف مع بعض ايام كتير، ولسه هنشوف مع بعض مواقف كتير، والمواقف هي اللي بتثبتنا.
والمواقف هي اللي بتثبت العشره. بعيدا عن كل الناس وعن الجيش اللي انا قلته ده كله، انتوا ما كنتوش متتوقعوا ان القناه فيها كميه الناس دي. انتوا فاكرين ان كاميرا ومطبخ ومصورين، لكن لا، في ناس كتير شغاله علشان يطلع البرنامج دوت. طبعا ما انساش حبايبي وزمايلي واخواتي اللي كل واحد ليهم برنامج، وكل واحد ليهم برنامج حلو قوي. محمد حامد وساره وفاطمه ودعاء ومروه ومحمد ابراهيم، كل الناس ديت اقول ايه، الناس دي الاساس. الناس دي لو حد منهم مش موجود فمش هتلاقوا اليوم بيكمل. انتوا نفسكم كمتابعين ومشاهدين لما حد بيكون مش مباشر او حلقه اعاده او يكون مسافر او تعبان او اجازه، انتوا نفسكم بتحسوا، يبقى احنا مش هنحس. انتوا نفسكم بيفرق معاكم، بتفرق معاكم ان الشيف نفسه او المذيع نفسه ما طلعش على الشاشه النهارده، لا، يبقى في حاجه. بتقعدوا تفكروا مع نفسكم. ليه بقول الكلام ده متاكده منه؟ عشان انا في رسائل بتجيلي والتليفونات، انت كنت اجازه ليه النهارده؟ انت ليه ما كنتيش مباشر النهارده؟ بتتكتب لي في الكومنتات. فمعنى كده ان انتوا فعلا بتحسوا بغيابنا، ودي حاجه كويسه قوي، مش اي حد يقدر ان هو يثبت مكانه في الحته دي. يا رب سنه سعيده على كل الناس اللي انا قلت اساميهم، وعلى بيوتهم وعلى كل حبايبهم، ويا رب السنه الجايه يحققوا اكتر ما بيتمنوا. في بدايه السنه الجديده ليا امنيه واحده بس، مش عايزه اعيط، هي واحدة بس. ان ربنا امنيتي الوحيدة في السنة دي، السنة الجديدة، ان ربنا يحفظ امي اللي فيها